السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب، اليوم راح نقرأ موضوع الـ question tag، الأسئلة الذيلية. طبعاً قبل لا نبدأ بالموضوع أريد منكم بس تحفظون هاي الشغلة. إذا كانت أكو عندي جملة مثبتة، يعني مثل هذه تشوفوها ما بيها نات ولا بيها نت. نت شنو يعني؟ يعني اختصار النات يصير نت، يعني أنتي زين، فما عندي أي وحدة من ذني هنا. إذا من أجيب فعل مساعد راح تكون منفي، يعني بقى هنا الفعل المساعد مالتي كان منفي، احط بي نات او نت الاختصار بكيفكم. المهم انه هو فمن هنا مثبت، يعني هنا شنو؟ هنا منفي. زين اذا بالعكس، اذا هنا منفيه دا تشوفون بها نات او اذا اختصار بها نت، اذا من اجيب مساعد ايش راح يكون؟ راح يكون مثبت. زين هسه واحد يقول بعدني ما افتهم، ما نريدكم بس تفتهمون هاي، انه اذا جمله مثبته من اجيب فعل مساعد يكون منفي، اذا جمله منفيه من اجيب فعل مساعد يكون مثبت. لو بس تفتهموا لي هاي احنا كل زين، راح تفتهمون الموضوع من شرحه لكم على السبور. فتعالوا خلينا نبدي بشرح السبور. شوفوا انتبهوا لي، طبعا استوني بس قلت لكم ركزوا لي على جمله مثبته يجيها فعل مساعد منفي، جمله منفيه يعني بالعكس. شنو قصدي بهذا الموضوع؟ يعني تعالوا خنبوا على هاي الجمله، هل هاي الجمله منفيه؟ لا، لان ما شفنا لا بها نات ولا بها الاختصار مال نات انتي، هذين الاثنين ما شفناها بها، اذا هاي الجمله مو منفيه، فاذا انا اعتبرها جمله مثبته. اذا لازم الفعل المساعد يكون هم حاله يكون منفي، لان قلنا عكسه. زين شلون راح تنحل؟ اول شيء ترجعون تنزلون الجمله كلها نفسها. هاي الجمله كلها رجعنا نزلناها، هاي اول خطوه. ثاني شيء شو نسوي؟ شوفوا انتبهوا، اخلي هنا نقطه، اخلي نقطه، انا باباوع انا ايش عندي هنا؟ عندي شي از، اباوع على اول شيء بالجمله، اول شغلتين او اول كلمتين بالجمله، شي از يعني هي. من هنا عندي الضمير، الضمير يعني هي، باعوا هذا الاز احطه بالبدايه، والنوبة احط وراها الشي. بس انتبه على شغله، انه احنا قلنا هاي الجمله مثبته، اذا هذا شنو لازم اخليه؟ منفي. فايش راح تصير؟ isn't she، هيك شي بس. زين ست اذا اكتبها is not she، حاولوا تكتبون الاختصار افضل، isn't she. زين خلينا نشوف هسه الجمله اللي بعدها، همين اجي اباوع اول خطوه هل هي مثبته ام هل هي منفيه. My father has brought a new car. شفتوا not؟ شفتوا انتي؟ لا ما شفنا. اذا هاي الجمله شبيها؟ جمله مثبته. فمن اريد احلها اول خطوه الجمله كلها ارجع انزلها من جديد، راح ارجع اكتب الجمله كلها مره ثانيه. نخلي نقطه، خلاص كتبناها كلها، نخلي نقطه. اجي اباوع، اباوع على مثل ما قلنا اول بدايه، اول كلمتين، باعتبار لان الماي يعني ماي فادر ابويا، فذني باعتبار كلهن وحده. هاز قلنا اول كلمتين نباوع عليهن، ماي فادر وهاز. الاباوع الهاز وين اخليه؟ بالبدايه، اجي اكتب هاز، اول واحد اكتبه هو هاز. ماي فادر شنو يعني؟ بشنو انا ماي فادر يعني منو؟ يعني هي، ابويا، ابويا ياخذ ضمير هي. فاشرح بدل كلمه ماي فادر اشرح اكتب هاز هي، وعلامة استفهام. الملاحظة ماتي، مدام هاي كلها مثبتة، هاي شبيها مثبت، إذا هاي شنو لازم تكون؟ هاي لازم تكون منفية، فأجي من يمي أضيف أنتي اختصار hasn't he. زين هسا نشوف الجملة اللي بعدها، she likes playing tennis. شفت نفي؟ شفت not؟ شفت أنتي؟ لا ما شفنا. إذا أرجع أول خطوة أسويها أرجع أنزل الجملة كليتها. She likes playing tennis. نقطة، أجي أباوع، أباوع على أول كلمتين. طبعاً مثل ما تلاحظون هنا ما عندي ضمير، يعني عندي بس شي، وهنا هاي كلمة لايكس ما علي بيها. إذا أباوع أنا دائماً طبعاً لازم عندي فعل، لازم عندي يعني هنا اللي ورا على مود أعتبره، لازم عندي مثلاً لو إز، لو عندي آر، لو عندي آم، لو عندي هاز، لو عندي هاف، ذني اعتبر بهن، غير الكلمات ما اعتبر بهن. لعد شنو الحل؟ الشي يعني هي، هي الهي دائما احنا ايش قلنا بالدروس السابقه؟ قاعده الهشت، الشي ايش تاخذ؟ تاخذ داز. فاعتبر المساعد مالتها اني من يمي اطلعه
يكون هو does. إذا من أريد أحلها إيش راح تصير؟ أجي أكتب هنا does ستلعد وإذا كانت I we بعض تذكير. زين تذكير سريع لذني. طبعا ال I وال we وال you وال they يأخذون do, ال he وال she وال it تأخذ does. حفظوها إلي تمام. شو أريد منكم؟ أريد منكم تحفظوها إلي. فنجي هسه نريد نحله. قلنا الشي هي من ضمن قاعدة الهش منو ياخذون؟ ياخذون داز. فهاي أول شغلة إنه أنا كتبت داز. والمن بعد لازم أنزل؟ أنزل شي. زين ملاحظة أخيرة. هاي مثبتة. هاي مثبتة. هاي شنو لازم تكون؟ لازم تكون منفية. فش تصير؟ doesn't شي. إذا هي أبسط شي إنه ما دام هاي مثبتة هاي لازم منفي. زين تعالوا خلينا نشوف ذني الجمل هنا. خلي نحل هذني الجمل هنا. اجي اباوع هل الجمله بيها نات؟ هل الجمله بيها نات؟ لا ما بيها. يعني اباوع هي لا بيها نات ولا بيها انتي. ما بيها يعني. مش راح اسوي من اريد احلها. اجي اول شيء ارجع انزل اكتب الجمله كلها. خلي نقطه هنا. اجي اباوع. اباوع هادي وليث هذول شنو ياخذون؟ وشو عدي وياها worked؟ طبعا هادي وليث باعتبار جمع او شخصين سوا. طبعا احنا وهناش عدنا worked بها ايدي يعني هذا بالماضي. سجلوا ملاحظة يمكم وهمين راح تطلع على الشاشة. لمن اشوف ماضي اخلي بحالة الماضي. شنو اخلي؟ اخلي did. بس حفظوها هيجي في حالة الماضي نضع did. زين ستش مدريني هذا ماضي من الايدي. دا اشوف هنا كلمة ايدي مباشرة بدون اي سؤال اخلي did من يمي. زين اباوع هادي وليث ذولا باعتبار هم they لان مجموعة اثنين هاي تحفظوها. اذا شخصين ياخذون they. شخصين ايش ياخذون؟ ياخذون ذي. لان عندي هادو ليث هادو ليث ذي ياخذون ذي. زين ذي اباوع فذي. بس نرجع نباوع الجمله هل هي مثبته؟ نعم مثبته. اذا من اريد احلها ايش راح اسوي؟ اضيف النفي didn't they. اذا صارت هادي ان ليث worked hard yesterday didn't they. هيك صار الحل. نشوف هسه اللي بعدها she doesn't نفي. واخيرا راح يصير عندنا فعل مثبت. صارنا كل ذني فاخيرا عندي جمله منفيه على مود اني اباوع. وطبعا هنا هو حباب ماكو داعي اطلع فعل من جيبي منطيني الفعل. فهسه نرجع ننزل الجمله كلها. طبعا قلنا هاي الجمله منفيه اذا هذا الفعل شي يكون مثبت. فهاي doesn't شو انزلها؟ انزلها does. انه وشي وراها does شي وعلامه استفهام. داس شي علامة استفهام. طبعا هنا احنا حلو منطيناها قبل شوية. لا احنا من يمنا رحنا طلعنا الداز لان عندنا شي وما منطينا داز. هنا حباب منطينا اياها فما نتعب روحنا بس نشيل النفي من يمها لان باعتبار ما يصير اثنينات المنفيات. يعني شلون هنا مضادات؟ اذا وحدة نفي الثانية مثبتة وحدة تغار من الاخ ما يصير نفس الشي ابد. زين هسا نشوف اللي بعدها. We were not شنو يعني منفية؟ not watching TV. ما راح اكتب last night حتى يظل لي مجال. انتوا كل الجمله كتبوها لان انا ما عندي شويه مجال فخليت النقطه اللي هنا. اجي اباوع هو اول خطوه انه انا ارجع اكتب الجمله كليتي. اجي اباوع على اول كلمتين. طبعا احنا كل علم نباوع طلاب نباوع على اول كلمات دائما. فهنا we were بمن نبدي؟ نبدي الحل بور وير انه وراها منو؟ وير وي. زين هاي الجملة منفية اذا هاي مثبتة. يعني ماكو داعي احط نات وانتي. لا مو هاي دا تشوفون هاي هي منفية بها نات فما يصير انا هنا ارجع احط نات. ولا تنسون علامة الاستفهام بالنهاية لكل وحدة. زين عم نتكلم من الكويستشن تاك خلونا علامة استفهام. زين نشوف هاي سلوى هادنت باعوا النفي. طبعا جملة النفي اسهل لان ينطيني الضمير او يعطيني فعل والباقيات هم ينطي. بس يعني زين خلينا نشوف هاي شلون تنحل. ارجع اول خطوه ننزل الجمله كلها. خلي نقطه. اجي اباوع هاي الجمله شبيهه نفي. اذا هناش لازم احل
احل مثبت اجي اباوع اباوع على اول كلمتين. سلوى بنيه ايش تاخذ؟ تاخذ شيء. من اريد اكتب اول مره بنبدي بمنو؟ هاد. والهاد ننزلها مثبت لان باعتبار هنا منفي ميصر هنا وهنا منفي، لازم وحده منفيه وحده مثبته، فهاد شيء وعلامه استفهام بالنهايه. زين انتهى هذا الموضوع. طبعا انتبهوا لي هنا، يعني هاي القاعده ماكو غيرها، جمله مثبته فعل مساعد منفي، جمله منفيه يعني نفس قلت لكم بدورها ضمير الفاعل، واحنا هاي افتهمنا انه باوع على اول كلمتين. اجي دائما اقدم مثلا إز احطها بالبدايه لان باعتبار هو سؤال يعني. زين انتهت محاضره اليوم، شكرا على المتابعه، لا تنسون الاشتراك بقناه يوتيوب وحساباتي مال السوشيال ميديا كلها راح تكون اسفل بصندوق الوصف.